قضايا اللي تتعلق بقانون الأحزاب تتطلب من دارة الأحزاب في المفوضية أن تكون هناك مراقبة دورية، أن يكون هناك قضية المال السياسي مراقبته، أن تكون قضية أنه في حال فوز الأحزاب المتنافسة في المقاعد كيفية توزع يعني تمويل الدولة لها. كل هذه الأمور حقيقة بقيت متأخرة ولم يتم العمل بها لوجود مشاكل عديدة، يعني مشاكل أيضا في طبيعة التكوين السياسي بالدولة العراقية وتغول الأحزاب على حساب الدولة، هاي مشكلة حقيقية. وكذلك في قضية البنى التحتية اللي موجودة، لأن تعرف حضرتك يعني قضية المراقبة والمتابعة يحتاج لها مؤسسة قوية، وبالتالي هذه المؤسسة القوية عندما تتابع الأحزاب معناتها تتصدم مع الأحزاب. مؤسسة قوية تقصد بالمفوضية؟ طبعا دائرة الأحزاب والمفوضية. طبعا المفوضية يعني هي أحيانا يعني في دول العالم عادة مخطط لها، والموجودة في الدول العالم يعني ذات الديمقراطيات الراسخة، المفوضية هي أقوى مؤسسة، حتى أحيانا أقوى من السلطات الأخرى، لأن هي حقيقة الممر الذي تولد منه يعني السلطات عبر عملية الانتخابات.